عندك فيديو بجودة ضعيفة جدا ومحتاج تحسن من جودته، أو عندك فيديو كرتون بجودة ضعيفة ومحتاج تزود جودته 4 أضعاف، أو عندك صور غير واضحة المعالم وبجودة ضعيفة جدا. لو الإجابة بنعم، يبقى لازم تشوف هذا الفيديو الذي نستعرض فيه أدوات مجانية تماما على جوجل كولاب لتحسين جودة الفيديو أو الصور، وهذه الأدوات تعطي نتائج مذهلة وأفضل من أي أداة أخرى مجانية لتحسين جودة الفيديو والصور، وفي بعض الحالات تعطيك نتائج أفضل من الأدوات المدفوعة، والأمثلة الواضحة أمامكم هي خير دليل على كلامي. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم بالاشتراك واللايك والشير، لأن ده بيساعدنا لتطوير المحتوى للأفضل. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول أداة هنتكلم عليها النهاردة وهي أداة تحسين جودة الصور، وهذه الأداة تعمل على جوجل كولاب، وممكن عن طريقها إن أنا أحسن جودة مجموعة من الصور دفعة واحدة. خلوني كده أديكم نبذة عن إمكانيات هذه الأداة اللي عن طريقها هنقدر نحول صورة مش واضحة زي الصورة دي لصورة زي دي، أو صورة غير واضحة الملامح زي الصورة دي لصورة زي دي. وطبعا انتوا ممكن تقولولي طب ما هو في أدوات كتير مجانية بتحسن جودة الصور. خلوني كده أديكم مثال لأفضل أداة مجانية بتحسن جودة الصور، اللي هي من كاب كات. دي الصورة الأصلية بتاعتنا، وبعد تحسين الجودة بقت كده. طبعا الجودة سيئة، في تفاصيل كتير في الصورة راحت زي اللي في العين وفي الشعر وفي الوجه، لكن هذه الأداة التي تعمل على جوجل كولاب هتقدر عن طريقها إنك تحسن جودة الصور وتحصل على نتائج يمكن لا تحصل عليها في برامج احترافية ومدفوعة. كالعادة وأنا على جوجل كولاب هتأكد إن أنا شغال على اختيار الجي بي يو، هدوس على السهم ده وبعدين Change Runtime Type، وبعدين أتأكد إن أنا مختار الاختيار ده. هبتدي إن أنا أشغل الخطوة الأولى. لو طلع لي تحذير زي ده مفيش فيه مشكلة، هقوله Run Anyway. طبعا احنا قلنا قبل كده ومش عايزين نكرر إن جوجل كولاب هو عبارة عن أكواد مكتوبة بلغة البايثون بتشتغل على سيرفرات جوجل كولاب، وبنستخدم جوجل كولاب لأن الأكواد دي ممكن تبقى صعبة إن هي تشتغل على الأجهزة العادية بتاعتنا. الخطوة دي بتاخد حوالي 50 ثانية عشان تخلص. بعد ما بتخلص وبيديني علامة صح خضراء زي ما انتوا شايفين كده، ببتدي ان انا انقل على الخطوة التانية وهي خطوة تحميل الصور. ببتدي ان انا اشغل الخطوة التانية، هيطلب مني اختيار ملفات الصور اللي انا عايز احسن جودتها، هدوس على تشوز فايلز. الميزة بقى في هذه الأداة بالنسبة للصور ان هي ممكن تاخد مجموعة من الصور دفعة واحدة، يعني انا اخترت كل الصور دي وبعدين هقول له اوبن، هيبتدي ان هو يرفع الصورة صورة صورة على جوجل كولاب. بعد ما الخطوة دي بتنتهي بيديني علامة صح. بتنقل للخطوة الثالثة بتاعت تغيير الإعدادات. أنا حاولت إن أنا أشرح لكم كل الاختيارات دي بالعربي، كاتبها لكم هنا. فأول اختيار معايا لو قللته هيديني جودة أعلى، ولو زودته عن 0.7 هيديني دقة في التنبؤ بالصورة أعلى. دي طبعا ممكن أنتوا تجربوها وبتختلف من صورة لأخرى. تاني اختيار ده لو أنا عايز أحسن جودة الخلفية في الصورة، وتالت اختيار ده لو أنا عايز أحسن جودة الوجه في الصورة. أول لما بشغل الخطوة دي بيبتدي إن هو يحسن جودة الصور اللي أنا رفعتها قبل كده، زي ما أنتم شايفين بيعدي عليها صورة صورة. بعد ما بيخلص بنقل على الخطوة الرابعة وهي خطوة عرض النتائج قبل وبعد. تعالوا بقى أبهركوا زي ما أنا منبهر كده. زي ما أنتم شايفين دي أول صورة كانت عاملة إزاي وبقت إيه، تاني صورة ما كانتش واضحة المعالم أساساً وحسن جودة الوجه وجودة الصورة بقت عاملة إزاي، وهكذا في بقية الصور. الصورة دي مش واضحة تماماً أصبحت عاملة إزاي، ودي بقية الصور زي ما احنا شايفين كده. دي مثلا زي ما احنا شايفين كانت صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي وكان الوش فيه ديفوهات، ابتدى ان هو يصلحها. لو بصينا على السنان، لو بصينا على العينين، وهكذا في بقية الصور. اخر خطوة وهي خطوة تحميل النتائج، لو دوست عليها كده كل اللي بيعمله ان هو بيجمع كل الصور اللي زبط لي فيها الجودة في ملف مضغوط، واول لما بيخلص الملف ده بينزل عندي اوتوماتيك على الجهاز. الملف المضغوط ده لو فكيت الضغط عنه كده وينرار مثلا، هيطلع لي فولدر فيه كل الصور اللي تم تحسينها. لو بصينا كده على النتائج سريعا، زي ما انت شايفين انا مش محتاج اتكلم عن الجودة، الصور كانت ايه وبقت ايه. لن تحصل على هذه النتائج في اي اداة لتحسين الصور مجانية. الاداة التانية اللي هنتكلم عليها النهاردة وهي لتحسين جودة الفيديو، وهي ايضا تعمل على جوجل كولاب، وهذه الأداة حرفيا تعطي نتائج مبهرة. خليني كده أوريكم الأول المثال اللي احنا هنشتغل عليه. ده الفيديو اللي احنا هنحاول نحسن جودته، طبعا مش واضح الملامح خالص وبلورد جدا ومقاسه كمان صغير جدا. هذه الأداة تسمح لنا بتكبير جودة الفيديو وتحسينها لحد 4 أضعاف، لكن في نقطة مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم منها، إن تحسين جودة أي فيديو بياخد وقت طويل جدا، وبرغم ان الاداة مجانية لكن احنا شغالين على جوجل كولاب اللي هو بيديني من 6 ل 10 ساعات استخدام لميزة الجي بي يو في اليوم. فلو انا مثلا عملت فيديو مدته اكتر من 5 دقايق
ممكن ان انا الفيديو بتاعي يقعد وقت طويل جدا وان انا اتخطى المدة دي. فلو عندك فيديو طويل حاول انك انت تجزأه دقيقتين دقيقتين مثلا، او ما تزودش باي حال من الاحوال عن 5 دقائق. العادة هتأكد ان انا بستخدم ميزة الجي بي يو، وبعدين ابتدي ان انا اشغل اول خطوة. لو طلع لي تحذير زي ده هقول له run anyway. الخطوة دي بتاخد حوالي 50 ثانية عشان تخلص، وبعد ما بيطلع لي علامة الصح هبتدي ان انا اشغل الخطوة التانية اللي هي رفع ملف الفيديو. هضغط على choose file عشان ارفع الفيديو بتاعي، اختار ملف الفيديو اللي انا عايز احسن جودته واقول له open. خلي بالنا ان احنا بنختار ملف واحد بس، لو اخترت اكتر من ملف مش هيشتغل معايا، عكس طبعا اداة تحسين الصور اللي انا اقدر اختار فيها اكتر من ملف مع بعض. بعد ما بيخلص بيعرض لي شكل الفيديو اللي انا هستخدمه، طبعا واضح قد ايه هو سيء الجودة. هنقل على الخطوة الثالثة ودي اللي فيها الاعدادات. اول اختيار عندي الموديلات اللي انا هستخدمها في تحسين الجودة. افضل موديل اللي عندي طلع نتائج جيدة هو كان الموديل الاولاني اللي انا مستخدمه ده. في موديلات تانية اخرها كلمة انمي زي اخر موديلين دول، ودول بستخدمهم فقط في تحسين جودة افلام الكرتون. هنا انا عندي الفيديو عايز اكبره كام مرة. ناخد بالنا ان الفيديو لو اساسا كبير وانا اخترت قيمة عالية قوي فده طبعا هياخد مني وقت كبير، فيفضل ان انا اجي على الفيديو نفسه وبعدين ادوس رايت كليك كده شو مور اوبشنز وبعدين بروبرتيز وبعدين ديتيلز. فمن الويندوز عندي بقدر ان انا اعرف الفايل ده عرضه وطوله قد ايه. فلو هو اساسا مثلا 1000 في 1000 مش معقول طبعا ان انا اكبره 4 مرات. الفيديو بتاعنا اساسا 400 فاحنا ممكن نكبره 4 مرات. فيس انهانس دي طبعا لتحسين جودة الوجه. بعدين بشغل الخطوة ما بتاخدش ثانية. الخطوة الرابعة دي طبعا هي اللي بتاخد وقت اللي هي تحسين الجودة، هشغلها. في حاجات كده في الاول بتقعد تنزل، لكن اهم حاجة الجزئية دي ان الفيديو فيه كام فريم، يعني الفيديو ده فيه 240 فريم، دي اللي عن طريقها بقدر اعرف انا فاضل لي قد ايه والفيديو يخلص. يفضل طبعا ان انتوا تجربوا على فيديو مدته قصيرة دقيقة مثلا. الدقيقة دي على فكرة ممكن تاخد نص ساعة، علشان لو عندك فيديو أكبر 5 دقايق مثلا تعرف هو هياخد منك وقت قد إيه. وزي ما قلت بأي حال من الأحوال ما تزودوش عن 5 دقايق. خامس خطوة هي عرض وتنزيل الفيديو النهائي. وطبعا زي ما انتم شايفين الفيديو جودته بقت عاملة ازاي، الصورة بقت واضحة والفيديو جودته بقت أكبر بكتير. لو أنا عايز أنزل الفيديو ده هدوس على ال3 نقط دول وبعدين أقول له داونلود. ايضا لو انا عندي فيديو كرتون او انمي زي الفيديو اللي قدامنا ده مرسوم 2D، ممكن ان انا احسن جودته بسهولة عن طريق تغيير الموديل في هذه الاداة. ممكن اعيد استخدام الخطوة التانية عشان ارفع الملف على طول، واختار ملف الكرتون او الانمي بتاعي. بعد ما بيخلص هنقل على الخطوة التالتة واغير بقى الموديل، اختار موديل من موديلات الانمي اللي احنا شايفينها قدامنا دي، الاخير او اللي قبل الاخير. هختار ده مثلا، يكبر الجودة 3 اضعاف. ميزة الموديلات بتاعت الانمي ان هي بتاخد وقت اقل، ولو شغلتها على الفيديوهات العادية هيحول الفيديو بتاعي لشكله شبه الكرتون شوية. ده شكل الفيديو بعد التحسين، طبعا شايفين الفرق عامل ازاي، الصورة بقت اوضح كتير. حاجة تانية عايز اقولها ان انت ممكن بدل ما تنزل الفيديو من هنا تدوس على فايلز، هتلاقي كل الملفات اللي انت عملتها موجودة هنا متسمية بسيطة تيوب اندرسكور اوت. ممكن تدوس على ال3 نقط دول وبعدين تقول له داونلود. أحد الاستخدامات المفيدة جدا لهذه الأداة هي تحسين جودة الفيديو من الأدوات الأخرى التي تحول النص الفيديو، أو الأدوات التي تجعل الصورة تتكلم مثل أداة DID، لأن الخطط المجانية في هذه الأدوات تنتج فيديوهات بجودة ضعيفة جدا. بكده نكون انتهينا من فيديو اليوم. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم من الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير لأن ده بيساعدنا على تطوير المحتوى للأفضل، وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.